الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا حابب أوجه الرسالة دي للدكتور رامي إسماعيل، هذا الطبيب البارع. واللي بينه وبين الدكتور رامي، يعني أنا شفته مرة واحدة من عدة سنوات، كان في زيارة لمحافظة دول الجديد وبصحبة جمعية رسالة، كانت قافلة خيرية، قافلة طبية خيرية، والدكتور رامي كان مشارك في القافلة دي في مستشفى الداخل المركزي. ومن باب الأمانة، أنا لما عرفت بالقافلة كانت والدتي وقتها تعبانة شوية، كان عندها مشاكل في المعدة وكان عندها مشاكل في الضغط، كان عالي. وكنت أخدتها عند عدة دكاترة، أكتر من طبيب، وما كانش في أي نتيجة. المهم عرفت ان جمعية رسالة عاملة قافلة طبية، ومعرفش مين اللي فيها بالظبط، ولكن لما رحت خدت الحاجة ورحت المستشفى، تصادف ان العيادة بها الدكتور اسمه رامي اسماعيل. المهم كشف على الحاجة وكانت خيرية وما فيش اي مبالغ مالية ومفيش اي حاجة خالص، كشف على الحاجة كشف دقيق برغم الزحام، اخدنا اكتر من نصف ساعة في الكشف وكتابة العلاج. وحقيقة احنا يعني استفدنا منه استفادة كبيرة جدا، ان هو بيعامل المريض معاملة اكثر من رائعة، بيعالجه نفسي اكتر من المعالجة الطبية. اثناء كتابته للعلاج بيشرح للطبيب العلاج هيعمل ايه بالظبط، وبالفعل العلاج جاب نتيجة مع الحاجة، ومن يومها ما اشتكتش نهائيا بمشاكل المعدة والتقرحات اللي كانت فيها، والحمد لله الضغط والنهجان اللي كان عندها يعني اختفى بصورة كبيرة جدا، ومرتاحة جدا على علاج الضغط حتى يومنا هذا. فمن هذا المنطلق نقدر رسالة شكر للطبيب الدكتور رامي إسماعيل، وإن شاء الله يعني يكون في لمسة وفاء نقدمها له وندعمه بكل ما نملكه، هي كلمة حق تقال في حق هذا الرجل، ونتمنى له التوفيق وأن يرتقي الطب وطب القلب على يديه إن شاء الله، ونتمنى له كل توفيق وكل سنة وأنت طيب يا دكتور رامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.